عسلامة الناس كل، مرحبا بكم في حلقة جديدة من وجهني مع البلوبس. اليوم معنا فراس باش يحكينا على الباركور سبيسيال، ونعرف كما برشا فيكم تسألوا عليها الحكاية هذيا، خاطر عندنا دي زوبسيون ديفيرونت احنا الجميع اللي تحب تعمل الانجينيري. وفي الحلقة هذيا باش نحكيو على كيفاش من ليسانس في عوض من بريبا نتعداو نعملو كونكور سبيسيفيك ومن بعد نعملو انجينيري، وباش يحكينا عليها الحكاية هذيا فراس. و ميم طون باش نحكيو برشا على واحدة من ليزيزات اللي ما حكيناش فيهم قبل، اللي هي ليزيت نتاع سفاكس. مرحبا بيك فراس، تنجم تعرف لنا قلنا اش تعمل انت توا، وقتاش عديت الباك، باك شنو هو، ونبداو من بعد نحكيو على الاكسبيريونس نتاعك الاولى في الليسونس. هذه اول حاجة، على السلامة شعب البلوبس، ويعطيكم الصحة اللي اخترتوا السيري نتاع وجهني باش تختاروا التوجيه نتاعك. أنا فراس بن نصر، إليف إنجينيور إن جيني ميكانيك à l'école nationale des ingénieurs de Monastir. J'ai 23 ans. ما عملت باركور أمبو سبيسيال باش وصلت لسيكل إنجينيور. دونك أنا قريت الليسونس نتاعي إن جيني ميكانيك، اللي زاد نتاع صفاقس، تخرجت عام 2021، جيت الماجور دو بروموسيون. باهي، كنت زاد باك تكنيك، باك 2018، قريت في ليسي غارسون دو صفاقس زاد، ونجحت بتريز إيكيك. يعني عرفتك يا جماعة تريز، لا تحسنا لهيك الباهين لهيك الخايبين. أكثر عبيد يتعبوا في التوجيه من بعد. لجينا مع الجميع الضعاف، لجينا مع الجميع القوى. عرفتك اللي قلت يا ربي ما شفت نختار أنا. دوما دابيتيد جماعة تريز هما اللي بداوا يخموا نعمل ريو ولا ما نعملش ريو. والحالة نتاعي عجبني نتاعي عملت. أونتر بارونتيز زاد راه مش لي شيفر كل شيء. معناها ما نقولوش راه عبد نجح بمويه ضعيف، معناها مش باش يوصل اللي يحب عليه ولا اكثر، هذه ديما حاجه بيرسونيل للعبد، اسكو هو الباركور نتاعو خدم عليه. معناها نشوفوا حتى عباد نجحوا بمعادله ضعاف بداوا البزنس نتاعهم وصلوا اللي حبوا عليه واكثر، اكثر حتى من اللي عباد نجحت ب 17 18. دونك باش ما تتكيوناش في الكومنتات الجماعه اللي اقل من فريز، اوكي قلنا لكم مبرح به كيما قلت لك انا في الحصيله. فوالا اخترت انا اني نعمل باركور نتاعي في ليسونس اللي زاد نتاع صفاقس، خاطر انا زاد اصيل صفاقس وانا نعيش في صفاقس. معناتها اسكو باهي نبداو نحكيو توا على الشوا نتاعك، اسكو اخترت بيسكلي اللي زاد نتاع صفاقس خاطرها اقرب لك، ولا سيتي معناتها شنو اللي خلاك اخترت ازاد صفاقس وقتها؟ وشوا زاد نتاع الليسونس هذيك بالذات، معناتها كتنجم تحكي لهم على علاش عملت هكاك، ومن بعد ندخلوا في شنو هي الليسانس وشنو هي تخاوي اللي تعمل السيستم. باهي بالنسبه لي انا كتجربه شخصيه قعدت حاير برشا، خاطر تريز كانت نجم توصلني بريبا، وانا راني هيك اللي كلي وهكت شويه من بريبا، قلت سيب عليه، وبما اني شفت اصحابي قبل عملوا فاست ليسانس هذيا ومشيت معاهم ومن الفامي زاد انكور، قلت بوركوا با خليني نصدم. وكهو كهو اخترت ليزيت نتاع صفاقس خاطر سمعت عليها برشا كلام باهي، وصلت عباد اللي تخرجوا منها اللي هي انستيتيو معناها بوليفالونت برشا في الدومين جيني ميكانيك، تلقى فيها دي سبيسياليتي من بعد حتى تحت الجيني ميكانيك، وتشوف انت شنو هو الحاجات اللي مغروم فيهم وكذا، ونشوف ديجا حتى في اللي بي اف وقت مشيت حضرت لي سوتونس، ونشوف اللي بي اف ونشوف في عالم اخر حاسيب. من اكثر الحاجات اللي شجعتني كما قلت انت القرب، كما نقول احنا نجحت في الباك وما زلت هيك اللي ضايع شويه، وكل ما حبيش نبعد على دارنا من اول اكسبيريونس، انا حبيت قلت مادام فما الاوبورتينيتي هنا مادام فاك قريبه انك تسكن بحذا داركم وفاك بيها وتقرا حاجه تحبها، معناها سي لو ميور شوا. دونك اي ملايما يعطيك الصحه، مش برشا عباد يخموا كيكا، خاطر كل واحد شنيا فما عباد معناتها تبلع الدرام. يقول لك عارفين نقطع، عرفت السيستم التونسي انك تحط في مخك باش توصل انجينير، تجي عرفت تنجح الباك تحقق قدام امر الواقع انك يلزمك تعمل بريفا، سيرتو جماعه الباك تكنيك احنا ما عندناش برشا شهور. كمل الباك كما قلت لك مثلا جي بوان كذا، باش تلقى قدامك يا تعمل بريبا يا تعمل ليسونس في ليزيت. هاو معناها فما اقليات كي يمشيو ارشيتكتور، اما ارشيتكتور كما تعرف اما فاك واحده في تونس في سيدي بوسعيد، وفما يكون يعمل ارشيتكتور دانتيريور وكل معناها وكيك دومين اخرين، معناها مش برشا راه كما قلت لك جماعه الباك تكنيك يلقاو روحهم ديما ما بين البريباراتوار. نحس الباك تكنيك من اقوى لي باك في تونس، ما دخلتش مخي لهكي. فوق هذا كل معني عندي اصحابي حتى في البريبام ساكن عامل لي نقصهم في البلايص حتى في الكونكور، حتى في الكونكور ناسيونال ولا كل عام شيء تنقص. الله اعلم علاش، مي انا غالب ان توكا.
نجمش تحكي لنا على الليزات نتاع صفاقس السيستم نتاع الليزات شنو فسر لهم شنو هي الانستيتيو معناتها هي شنو تسمى انستيتيو سوبيريور انستيتيو تكنولوجي انستيتيو تكنولوجيك فوالا شنو هي معناتها شنو هي معناتها شنو هي قراو الليزات كيفاش سيستمها نتصور سيستم اماد فيو ليسونس باتون زيدو ندخلوا في معناتها البروفيت وكيفاش القرايه غادي وش اما نبداو بالسيستم تاع اداريات كيفاش الاداريات نتاع ايزيت سفاكس شوف هي ليزيت ما تخدمش تحت يونيفرسيتي دي سفاكس مثلا ليزيت سفاكس ما تخدمش تحت يونيفرسيتي دي سفاكس عندهم كما نقولوا احنا الاداره نتاعهم تسمى الاداره العامه للدراسات التكنولوجيه اللي هي في رادس في تونس تلم ال 25 ليزيت في ال 24 ولايه احنا بريس كل زيت تلقى مع كل زيت في ولايه موجوده اما اللي يبقى مختلف شنو هو لي سبيسياليتي فور اكزامبل احنا في زيت سفاقس ما عندناش سبيسياليتي جينيك اللي تلقاه فور اكزامبل في المهديه ولا في رادس واضحه بالنسبه للسيستم تاع القرايه احنا نقراو بالسيمستر نقراو سيمستر 1 سيمستر 2 ومن اكثر الحاجات اللي بوان فور في الزيت هي القرايه نتاعنا بازي برشا على البراتيك نقرأوا برشا كور انتجري اش معناها كور انتجري كور انتجري هو تقرا فيه 70% كور تيوري و 30% تي دي مي والكومبليمون تاع الكور هو تي دي اما تي بي بلوتو تي بي هذا شنو انت تقرا مثلا كل كور كور كونسيبسيون تقرا لي حاجات تيوريك ومن بعدك تعدل معناها تي بي كونسيبسيون تقرا حاجات براتيك هذوما برمي لي بوين فور في لي زيت انه حتى من السيستم القديم من السيستم القديم من حتى من قبل ما تظهر المفهوم تاع ليسونس كانوا ما نعرفش شنو يسميوها يقراوا اربع سنين وعامين ونص سيستم قديم ديال حاجه كما هكا ما نعرفش كنت تعرف ولا مش الماتريز الماتريز هيك ما عرفتك حاسس له سيستم هذاك يقراوا بيه بروفيل الحاصيله في اللي زاد قبل كانت تقري سيستم نتاع عامين ونص تخرج بها تكنيسيان سوبيريور في الدومين هذاك في الديسيبلين هذاك وليه كما قلت لك احنا ديما الباز نتاع قرايتنا ديما براتيك نخدموا برشا تيبيات وما بين كل سيمستر وسيمستر في البريود نسميوه احنا نتاع الانتر سيمستر عندنا ان ستاج كل عام عام البريمير اني نعملوا ستاج اوفري معناها باش نكتشفوا في لونتربريز وفي الاخر نعملوا ان بوتي رابور ونعملوا بريزونتاسيون اكسيتيرا كلش عليها ست ونص دوزيام اني نعملوا ستاج بيرفيكسيونمون اللي هو تعمل فيه ان تاج تيبي اللي باش تخدم عليها انت الرابور نتاعك ومن بعديك وتبريزونتيها قدام لي مومبر دو جوري وفي التروازيام اني تعمل استاج المده نتاعو 6 شهور ولا 4 شهور حاجه كيما هكا استاج بي تعمل فيها بروجي دو فان ديتيد تبريزونتي وقت تكمل باش تاخذ الدبلوم نتاعك عندكم برشا استاجات انتم اوبليغاتوار هذو اوبليغاتوار وفي الفاكولتاتيف تعمل في الصيف تعمل حتى شهرين انتحار هكا اي من نوع تاع استاج اوبليغاتوار اللي عندكم اكثر كوميم اللي فاك كل عام بريسك عندك استاج تعملوا هذاك الشهر لازم منه يعني بالنسبه للبريمير الدوزيام والثروازيام 6 شهور 4 شهور انت والسيجي نتاعك وانت والسبيسياليتي اوكي شنو هي لي سبيسياليتي هكا المعروفين سبيسيال معناتها في زيت سفاقس ما تلقايش في بلايص اخرين اللي لازم العباد يعرفوها في زيت سفاقس معناها كلهم باهين الحق وكلهم معروفين وكلهم كل عام زي تسمع في دي بروجي تخرج فيهم طياره خاطر اكثر حاجه معروفه بها لي زيت هما لي بروجي دو فان ديتي ما نعرفش كان يعرضوك حتى في باج حكاية الطلبة وهكا الفازات هذوك ديما تلقى بروجي فان ديتيت كذا كذا راه حاجة انوفونت عملتها لي زيت كذا كذا ايزيت كذا كذا كرهبة تخدم بالطاقة الشمسية وتكونسومي اقل انرجي وفازات ديما تلقاهم كان في لي زيت ما تلقاهمش حتى مام في لي زيكول دانجينيور معناها ديما هيك الكرياتيفيتي وهيك الحب نتاع الحاجة البراتيك ديما تلقاه كان غاديك وسيرتو غاديك حتى طايرين على الاخر راهم يضحكوا معاك للاخر ويخدموا معاك وراو بالحق كان يحب البراتيك كان يحبوا برشا خدمة البراتيك اللي زاد ممكن تساعدهم خير معنا 100% ناس خدمة اللي زاد تساعدهم خير وكما قلت لك زاد البروفيت غادي كتعاون به وراو معناه هما فما مفهوم غلط في تونس اللي يقول لك اللي زاد يمشي ولا كان الضعاف ولا الانتر بارونتيز هيم هما يقولوا فما برشا كلام يتقال ولا بار اكزومبل تلقى انت صعب تقول لك اه يزيد انتم كذا كذا وموينات كونفلي ودرا شنو داروا هذاك الكل ماهوش صحيح معناها فما عباد تخدم وفما انوفاسيون كل عام ديجا ديبارتمون جيني ميكانيك انا معروف على الاخر ببروفيتها واصلا وقتها فما بروجي صار نتاع كان سمعت جديد بريود تاع الكوفيد اللي هو عملوا بروفنا هذا في سيوليس
نتاع اليونيتي نتاع ديستريبيسيون دوكسيجين. هذا الاول معناه وصول للعالمي. ها تعاملت عندكم غادي؟ تعاملت عندنا شفتها تعاملت اون كولابوراسيون بين تاع سفيرس والفاكولتي دو ميديسين تاع سفيرس. خدمت ونشحت على المقبر وديجا خذت بري برا بارمي لي 10 بروجي الاولى في الانوفاسيون في البريود تاع كوفيد. وكل شيء وقت تخدم في الكونفينمون ا ديستونس. نايس. فما تخلق لك الميليو باش ديما تخرج كيما نقولوا احنا تولي الانوفاسيون اللي عندك كل تخرج غاديك تلقى الميليو تلقى معناها تلقى الحديث البرين ستورمينغ غاديك اللي يصير ما بين لي زيليف وما بين لي بروفيسور. هيك اللي يخلق لك ديما الباسيونس في مخك باش تقدم وديما تعمل حاجه ما فيه. انا هذاك عليه ديما نقول العباد عمرك ما تسمع كلام الناس معناتها الاشياء ما فان كونت يقعدوا معناتها ستيريوتايبس فهمت. وزاد الاكسبيريونس نتاعها الاكسبيريونس تاع العبد ما تعملها انت لروحك بالعباد اللي باش تخلطهم وبالخدمه اللي باش تحطها وبالحاجات اللي باش تعملهم انت اللي زكتيفيتي اللي باش تعملهم في ليكول نتاعك معناتها no matter where you go تنجم تكون عندك اكسبيريونس باهيه ولا خايبه. هكا انت مثال كبير نحلف عليك فما 50000 عبد اخر باش يجيني ينجم يجيني يقول لي زيت نتاع صفيق ضعيف مثلا فهمت. كل عبد والفيجن نتاعو كل عبد كيفاش يغزر لها. فور اكزامبل انا تعديت لي اكسبيريونس راهي مزيانه على الاخر وما تصورش قداش فرحان بها وفخور لي انا خرج من الاستوديو هذيك تو نمشي حتى ليكول نتاعي ليكول تاع جونيور ديما نقعد نحكي لهم نقول لهم رانا في ليزيت عملنا هكا وعملنا هكا ديما معناها فخور بها. ما نحبش مثلا نستعار نقول لا انا ما عملتش بريبا ولا كذا العكس نقولها وراسي مخطوط وانا فرحان زاد. يعطيك الصحه والله. تنجمش باهي حكينا احنا على كنا على الإداريات كما نقولوا النظام نتاع الجامعة بون مش الجامعة ديما نغلط راني مش نقعد ديما نغلط نقول جامعة وهي فما حكاية أربع جامعات نتاع المعهد معهد بالعربية الانستيتيو المعهد العالي للدراسات المعهد العالي نتاع المعهد حكينا شوية على الليسانس وكل شيء والإكسبيريانس نجمش ندخلوا أكثر في الديتاي نتاع الإكسبيريانس في إتوديانت انت حكيت لنا ديجا اللي فيما برشا معناتها دي بروجي طيارات ولي بروف معناتها بالحق متفاهمين ويخدموا معك أكثر تنجمش تحكي لهم شوية معناتها كي عب بشيجي يقرأ في الليزات نتاع سفاقس امور الاكتيفيتي لي زاكتيفيتي معناتها الفي ايتوديونت لي زاكتيفيتي في الفاك المعيشه معناتها كل عبد باش يجي من بعيد احنا توا ما نحكيوش على عبد يعيش في صفاقس عند كان عندك فكره على كيفاش كي يجي يسكنوا لي زيت وين جيت ترانسبور هالحاجات هذيك معناتها عبد انت تخيل عبد باش يجي يعيش العيشه نتاعو كيفاش باش تكون في لي زيت بعد لي زيت صفاقس. واضح. لا يا سيدك بالنسبه للاولاد هي مسهله شويه الحكايه بالنسبه للاولاد صعيبه شويه بالنسبه للبنات. بالنسبه للاولاد كيفاش يجيو بعدين ان شاء الله بسفير بس عندهم الفوية مش بعيد برشا على الفرق باش يسكنوا فيه يعني يمشيو حكايه ماشيين برج على السقين هذا اللي نعرفه حسب ما شفت اصحابي. بالنسبه للبنات باش يحطوهم في سيدي منصور اللي هو فوية بعيد شويه اما يمشيو يجيو على الكار عندهم كار سبيسيال وما ما ثمش حتى مشكله في الترانسبور. ما نعرفش كان عندك شي فكره على سفيرس ولا معني حتى التاكسيات احنا عندنا مساهمين على الاخر اي نعرف معناها في دينار تمشي 12 كيلومتر عادي جدا فهمتني. اللي عندكم غاديك الريستورون تاع ليزيت ولا لازم كل واحد يتصرف في ماكلته في القرايه؟ بالنسبه للماكل لازم برمي لي بوان فور عليهم وحدك انا باش نكمل معاك بي برمي لي بوان فور نتاع لي زيت انك تلقى الريستو نتاعك ديجا في وسط لي زيت ويخدم كان على لي زيت باه مفيد خاطر لي زيت هي جايه في طريق المهديه وحدها عرفت جايه في كيما نقولوا احنا في زون سكنيه شويه في البستان طريق المهديه كيلومتر 2.5 اللي باش يجي غاديكا في زون سكنيه شويه فهمت من با قدامها ليسي وبعدها شويه هكا قهوه ريستورانات وحي ماهيش جايه بحذا فاتير دو كومبيس كبير هي تنجم تكون افونتاج تنجم تكون كونفينيون افونتاج كانك انت مثلا تحب تركز كان في القرايه على الفاك نتاعك وكا تخرج كيما نقولوا احنا موجود الكرا رخيص وكل شيء رخيص احنا الحمد لله في صفاقس يعني حتى في الكرا كل شيء رخيص والديار موجوده اللي يحب يكري بالطبيعه وفي بالنسبه للعباد مثلا تحب تقول لك انا نقابل عباد من فاكهات اخرى وكل الله غالب هذه الحاجه احنا
قاعد بوان فيبل عندنا في ليزيد خاطر جايه وحدها بعيده على الفاكهه تقريبا. كيما قلت لك الريستورون بتاعنا يخدم على كل شيء على ليزيتيون تاع ليزيد. ماكل الحق انا كنت معناها كنت ناكل فيه انا نمشي احنا في القرايه في ليزيد زاد برمي لي بوان فور انك ديما تكمل بكري القرايه ما عندناش توصل تكمل السته. من وقتاش لوقتاش؟ ابارتير من ثلاثه تلقاها فارغه الفاكهه. مش كيما جماعة البريبا مساكل الستة سبعة بتاع العشرة بتاع الليل. احنا من بقى ثلاثة الأربعة تلقاها فارغة، تلقاها العباد كلها روحت مولى اللي فات تلقاها يسكر فيها. الرسول اللي عادنا يخدم كل شيء فطور هكا ما يخدمش فطور وعشاء، هكا فطور يفطر العباد كلها، حتى العباد يسكنوا في السباق بس هذيك ديارهم بعاد مش يروحوا أنا ما نجمش نروح وقت الفطور نفطر غاديك. الماكلة نتاعو الحق نظيفة وباهية. انا كليت فيه معناها بريود نتاع تروازون ماشي شويه ولا ولا بيت شويه مشاكل ضربات وكل سافا تتعدى. ولا الفي اسوسياتيف كيفاش معناتها العيشه نتاع الفي اتيديون؟ الفي اتيديون كيما قلت لك باش تكون انا راني اول عام الساعه نجرب غربه باش حسيت فيهم مساكن. كي مشيت للماستير كنت نقرا هوني مدلل في سفاقس قصر نروح لدارنا بحاصيله. بالنسبه للبنات كما قلت لك شي تعبوا شويه في مشكله الترانسبور خاطر يروحوا سيدي منصور والاولاد ما عندهمش حتى مشكله. ليه انا قصدت على الفي اسوسياتيف معناتها لي كلوب تقصد؟ ايه والله ايش باش نقول لك عندنا برشا دي كلوب رابط ستة سبعة فما تلقى الانواع الكل تلقى مايكروسوفت تلقى كلوب روبوتيك تلقى ايدر كلوب والله يعني نسيتهم الحق خاطر انا كنت موجودين موجودين الكلوبات وديما يعملوا في الخدمة وديما فما الجو زاد وديما تلقى لي زيفينمون بريسك الجمعة تلقى في لي زيفينمون في لي كومبيتيسيون يمشيو حتى الفاكهة اخرين يكومبيتيو. انا كنت ديجا مومبر بيرو في كلوب ايروموديليزم زيت سفاكس جيتي مومبر فونداتور انا ولي كوليغ نتاعي ننصحكم تدخلوا في الكلوبات راهو مزيان على الاخر تعلموا منه برشا حوايج. ممكن نحكيو امور قرايه توا ريتم قرايه معناتها معناتها باش نحاولوا توا نحكيو انت مادام كنت تعرف في كلوب زاده وهاك مجورت دونك نحبوا نحكيو امور بالانس ما بين شويه هاك اكتيفيتي وكل شيء وامور قرايه معناتها باش واحد ينجم يمجور ومن بعد نحكيو على حكايه الكونكور هذايا. دونك تنجمش تحكي لهم على الاكزامانات كيفاه القرايه الريتم تعطيهم شي نصائح هما كان يحبوا باش ينجموا ياخذوا النيفو يمجروا باش ينجموا بعد انجينيري شنو هي النصائح نتاعك؟ باهي بون فيت بالنسبه للقعديه ولا الدفورات لاي انسان يحب ينجح اكاهو ما حاشوش لا بتمجبير لا بشيء راهو يحضر ينجح سيمبل از ذات. بالحق راهو يحضر ينجح نعرف عباد انا القرايه اللي عملت شيء هكاك حضرت ونجحت معناها شنو هو كي تحضر احنا عندك تي بي راهو بريزونسيال معناها انت تحضر تاخذ نوت ما تحضرش اوتوماتيك ماكش تاخذ في اسفل تي بي معناها دونك هكا الحضور راهم لازمك تكون كوريكت على الاخر ما لازمكش تغير. فما بروفيت فما بروفيت طايح اللي منه بالنسبه للكورس فما بروفيت لا انت والبروف. اوكي بالنسبه للتقدير نتاع القرايه القرايه الحق معناها ماهيش صعيبه وماهيش سهله فما شكون يستسهلها هكا اللي يتعب من بعد برشا يلقى روحه نوتات طايحه برشا فما شكون يستصعبها وهي تلقاها سهله. انا واحد من الناس لقيتها متوسطه لقيتها صعيبه لقيتها سهله. لازمك تمشي تقدر انا كنت كوريكت برشا في الغيابات الريتم نتاعك كيفاش كان؟ ما كنتش نقرا جور كنت عادي معناها جي تحضر وبرا راني حاضر وبرا وتحضر ومركز تحضر هكاك اي بيان سور تحضر وتركز وتحاول ديما قلت لك احنا بوان فور هو البوان فور بالنسبه اللي زيت هو البراتيك تحاول تركز في لي تي بي نتاعك خاطر هذوك اللي باش يعلموك نهار ان شاء الله باش تكمل القرايه هذوك اكثر حاجه باش تعاون فورمي لي بوان فور كيما قلت لك في لي زيت سيرتو انت كي باش تعلم كيفاش تعمل بريزونتاسيون عندنا برشا بريزونتاسيون حتى الانجلي والفرنسي تطلب عليك بريزونتاسيون تحضر في لي ريشيرش نتاعك وفي لي بريزونتاسيون نتاعك هذيك حاجه لازمه كيما قلت لك انت من بعديك باش تمشي تقرا في كل انجينير تو تشوف ان شاء الله معناها اصحابك من بعديك من بريباراتوار قام هكا كل تعبين شويه امور بلاتيك وكل خاطر قريتهم الكل كانت بازي على التيوريك ما نحكيش الكل بيان سور فما كعبيت القرآن برك الله عليهم من الاول
اما كيما قلت لك كاينش تلقى افونتاج عندك انت، عندك انت مثلا تنجم تكتب رابور، تنجم تعمل بريزونتاسيون سموث اكثر من العبد اللي يقرا بريبا اللي يركز مثلا في العامين نتاع قرايته على حاجه تيوري. اوكي بالنسبه للتمجمير والكل كيما قلت لك معناها حاول تقرا، حاول معناها تحضر لي كونت اون بتاعك، حاول يكون لي ميور فيهم التوش السوشيال بس هما برشا ياخذوا دي كونت اون دي حاضرين والكل جيس تبدل عليهم اسم تبدل شويه واعطي معناها والبروف يكون مشلق بيك خاطر ديجا هو اثنين ربي الراجل يصلح فيه نفس لي لي كونت اون دي اكيد باش يشلق باش يقول لك راك هذا كونت اون دي وكل عام قاعد يجيني دونك جيس معناها يحط لك نوت كيما جا مره حاول انت تكون تخدم الكونت اون دي نتاعك من الاول ما تنقلش حاول حط التوش نتاعك سبيسيال لاحظتني مسيك نركز لك على التيبيت 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 اما هذيك هي هذيك هي عندهم كوفيسيون قوي باش نطلع لك المويا نتاعك. بالنسبه للكور نقراو دي كور انتريسون على الاخر اللي فيهم بارتي كبيره تيوريك تحاول تقراهم كيما قلت لك بروفات نراهم طايرين على الاخر انا حاسس ما شفتش جيني ميكانيك بالحق ما شفتش حتى بروف خايب يمكن كيلكو بروف هكا تلقاه ما عندهمش بيداغوجي كما حق الكل تبارك الله عليهم يعني حتى اللي كنت مثلا ما نتفهمش انا وياه البريود نتاع الكور ما نفهمش من عنده لكن اللي تعرفت عليه بريود في فيرست حقيته في حاجه في الدومين نتاعو لقيته تبارك الله سيري فيابل ونجم يعطيني معناها بالباهي معناها اون فيت راه بروفيت لغاديك باش تلقاهم الحق الكل طياره على الاخر باش تكونوا اصحاب انت وياهم ما ثماش هيك الديستونس ما بين ليتيديون والبروف برشا فهمتني قام الكل اصحابك غاديك يحكيوا معاك وحتى يلقاوك في القهوه يجي يسلموا عليك ويقعدوا معاك لكن كيما قلت لك ريلاسيون انتيم على الاخر هذيك انتيم بروفيت نايس شنو نقول هذيا امور قرايه وكل شيء دونك احنا توا حكينا على الريتم نتاع الليسانس في حد ذاتها و ويقعد شنيا عندك شي هكا ان بوان تحس روحك لازمك تقوله لهم ولا اخر نصيحه لازمهم يعرفوها قبل ما نبداو نحكيو على حكايه الكونكور خاطر توا باش نحكيو على الباساج من ليسانس لليونيفرسيتي اما حتى سامحني قبل ما ناخذ غاديك الافاق نتاعها باش نعرف احنا توا خاطر انت في الكام تاعك انت مشيت لليونيفرسيتي بيان سور مشيت ليكول دانجينيور اما نقولوا احنا شنو الافاق الكل معناتها واحد تخرج توا من ليزيت سفيرت شنو نجم يعمل كان عندك حتى دي زيكزامبل تاع بي تعرفهم ولا حاجه باهي اون فيت هو في ليزيت كيما قلت لك احنا ما حكيناش بالباهي على السيستم تاع القرايه اللي هو معناها هو باش يحدد لك الدومين باش تخدم فيه من بعد اون فيت احنا في جيني ميكانيك نقراو كلشي بريمير اني ترون كوما الناس الكل تقراو بريمير اني جي ام تلقى 7 8 كلاسات مع اكثر حاجه مع اكثر نمبر كبير شويه تلقى كلاس في 25 20 حاجه كيما هكا بيرسون بعديك في الدوزيام اني والتروزيام اني تعملوا سبيسياليتي معناها هذه معروفه في اي زيت وفي اي ديبارتمون سواء ميكانيك سي بي انفورماتيك جيني دي بروسيتي ولا حتى ايكونومي جيستيون بالنسبه للجيني ميكانيك احنا عندنا ترواس كاتر سبيسياليتي عندنا سي اف ام اللي هي كونسيبسيون الفابريكاسيون ميكانيك اللي هي اللي عملتها انا اللي هي تقرا فيها توسكي ايتي دي كونسيبسيون دي سيستم ميكانيك انا تخرج نهار اخر تخدم في بيرو ديتود ولا بيرو ميثود ولا تخدم تكنيسيان دو سويفي ولا تخدم تكنيسيان دو كاليتي ولا اورغانيزاسيون جيستيون دو برودكسيون هذه بالنسبه للسي اف ام فما سبيسياليتي اخرى اللي هي مينتونونس اندستريال تقرا فيها توسكي مينتونونس دي ماشين الكتريك هيدروليك ميكانيك تقرا فيها توسكي اونتيتيان اي جيستيون دو مينتونونس تقرا فيها برشا حاجات اخرى اكثر نوع من الحق باش تعمل برشا بالنسبه للتروازيام سبيسياليتي اللي هي سي ام كونستركسيون ميتاليك تقرا فيها توسكي كونستركسيون دي شاربونت اي تي ديستريك بالنسبه لاخر سبيسياليتي اللي هي الرابعه انرجيتيك تقرا فيها توسكي كرياسيون دي انرجي و انرجي رينوبلابل تيرميك اندستريال شوفر الاندستريال كليماتيزاسيون حاصيلو بوليفالون على الاخر وكلهم دي سبيسياليتي الحق كلهم طيار على الاخر اما انت وشنو تحب تو ديجا انت في العام هذاك باش تقرا العام الاول ترون كوما تكتشف روحك شنو اللي تميل له اكثر خاطر اش تقراو في ترون كوما ما تيريت من كل ديسيبلين بعد انت تشوف روحك شنو تعلق اكثر وشنو هما لي بلون تاعك للفيتور خاطر فما شكون بار اكزومبل عندي صحابي انا عملوا خاطر يحبوا يكونوا في المستقبل يكونوا انجينيور انرجيتيك مشاو عملوا سبيسياليتي انرجيتيك حبوا يقراوها في الليسانس باش يلقاو على شنو يبنيو في السيكل انجينير هذا بالنسبه للي سبيسياليتي كيما قلت لك هي السبيسياليتي هذه تحدد لك حتى شنو باش تخدم من بعد دونك
هذايا امور خدمه معناتها هذايا لي سبيسياليتي هما باش دابيتود اللي تراهم معناتها يمشيو يخدموا في من بعد دابيتود شركات معناتها عندك هاي شي بالنسبة للخدمة صار مطلوبين على الاخر يا جماعه. انا التوي كلمه فيه تصدق شي من عمي ولا التوي كلمه فيه كان كانت الرسيرة يعني مروك من الليزات يجي عمل عمرت يا ويجي اخدم يا وليدي يعني نقل كيف يعرف ياخذوا ليت من عمل الليزات يقعد يكلموا كل وقت اللي تخاطفوا فيهم صدق. انا متأصلا من عامة من بي اف اي عامل في الرياليزاسيون تاع البي اف اي نمشي عرفت السوتريتون تاعنا هذا هي تحبش تخدم العام الجاي يجي صح كونترا من توا يقول لي انت فريمون مطلوبين برشا العباد يبداو نتصور سورتو كي يبدا بروفيلك تبدا اكتيف وتبدا انت كمان نتاتك باهين وكل شيء يولي اكثر يتخافوا فيك اكثر يولي هاي صحيح بالضبط كيما قلت لك زاد لي تكنيسيان تاعو مطلوبين على الاخر خاطر كيما قلت لك الليزيت بتاعنا واخذه ايماج باهيه عند العباد كله عند سوسيتي كل جراس على للجينيراسيون اللي قبلنا بالطبيعه كل جينيراسيون ديما تعطي ايماج باهيه للايكول بتاعها وان شاء الله بالطبيعه احنا كل اي ليف يتخرج من اي ايكول ولا اي انستيتيوت ديما يحاول يعطي ايماج باهيه على الايكول بتاعه باش هكاك الناس يديروا الكونتينيتي ونبيو الشغل ان شاء الله. باهي وبيان سور والاوبسيون الاخرى يا جماعه تنجموا تعملوا كونكور سبيسيال هكايا قلت لي ولا سبيسيفيك كونكور سبيسيفيك سبيسيفيك سمحت كونكور سبيسيفيك باش تنجم تمشي ليكول دانجينيور وهذا هي الموضوع نتاع الفيديو الجاية دونك تلقاوها هنا مربوطة عادتك اللي يقول لك هير هير على الفيديو سموير نسيتها وين يظهروا دونك ثبتوا وكان مش غادي تلقاهم في اليوم في الديسكريبشن تلقاو اللينك للفيديو الجاي وين باش نحكيو ان شاء الله على الكونكور سبيسيفيك وكيفاش تنجم تمشي من ليسانس تتعدى الايكول دانجينيور. So see you in the next video. Ciao.